طلاب الغاليين، ردا على فيديو الأستاذ محمد النوفلي أستاذ المادة اللغة الإنجليزية في هجوم على مدرسين الرياضيات بأنهم ما يفتهمون شيء بالإنجليزي، أرد أقول له أصلا كانت رغبتي بالسادس أن أروح تخصص إنجليزي، لكن القدر وداني رياضيات، فاضطريت أنه بعد أمشي بطريقة رياضيات، ولا أنا بالإنجليزي توب وأعجبكم. زين، هو طاني جملة قال لي اقراها إذا تقدر، وإذا قدرت أوديك شرم الشيخ. جاب لي الجملة كلها تشك تشك. ممكن أنا أقول له I saw the so and so، ولاحظ إذا رحت الشرم الشيخ إيش أحتاج. If I want to travel abroad, I must make many preparations. First, I must make passport, visa, some inoculations and traveler checks. في اللي أريده من صديقنا أو حبيبنا الغالي الأستاذ محمد أن يغير نظرته عن مدرسين اللغة، مدرسين الرياضيات، لأنه فعلا أساسياتهم كلها إنجليزي. لكن أنا بهذا المكان أتحدى في سفرة إلى جورجيا، وما أدراك ما جورجيا، إنه بس إذا طلع لي هذا الناتج وهو يقول أنا كنت زين بالرياضيات. السؤال هو إنه الأوميجا تكعيب زائد جذر الأربعة ناقص آي أس أربعة شي ساوينا؟ بس هاي. وأمنا أمانا لا يستعين بأحد ولا بجوجل، يقول أنا كنت ملك الرياضيات وصف سادس. فلا يظل يحكي على مدرسين الرياضيات، لأنه مدرسين الرياضيات هم أعمدة إلى كل المدرسين، هم قامات كونهم يحملون هذا الفكر النير، هذا فكر الرياضيات اللي هي لغة العصر ولغة العلوم. فأوجه تحياتي إلى كل أستاذ رياضيات شامخ ويسمو في مجال التعليم، وتحياتي إلى كل الأساتذة كلهم أخوة وأعزائي.